تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وإذاعة نور دبي. مستمعينا الأعزاء، أحب أن أرحب بفريق العمل معي اليوم في الإعداد أستاذ حسني البلاونة، والتنسيق والمتابعة والإخراج الأستاذ أيمن سرحيل. صبحك الله بالخير والنور والعافية، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا مستمعينا الأعزاء، أحب أن أذكركم برقم التواصل معنا على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ويا مرحبا بكم وسهلا مستمعينا الأعزاء، ومثل ما عودناكم أول فقرة من فقرات برنامجنا لهذا اليوم مع زميلتنا الأستاذة أسماء الجناحي والسوشيال ميديا، فبنشوف الأخت أسماء الجناحي شو عندها اليوم من معلومات بما يخص السوشيال ميديا. أختي أسماء، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور شروقي عبد الله، عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. الله يحييك. ناخذ دوري في قنوات التواصل الاجتماعي. مثل ما تعرفون يوم أمس كان يوم الصحة العالمي، نعم، ونحب نحن نوجه رسالة لكل كوادرنا الصحية والطبية، ونقول لهم إنهم مصدر فخر وقدوة لنا كلنا، ومجهوداتكم في مواجهة تحدي فيروس كورونا ستبقى خالدة في قلب الجميع الموجودين الحين في الميدان، بغض النظر إذا كانوا مثلاً أطباء، المختبرات، هذول كلهم جنود قاعدين يشتغلون ليل نهار بدون توقف لحماية المجتمع. فهاي يعني نقول لهم في يوم الصحة العالمي شكراً جزيلاً على كل اللي قاعدين يسوونه لنا. أيضاً من ضمن الأشياء اللي نحن حطيناها في قنوات التواصل الاجتماعي هو أن مركز المنبر الصحي تم تخصيصها الآن فقط لمراجعات الحوامل الاعتيادية وتطعيم الأطفال فقط. فالمركز هذا مخصص، والمراجعين في المركز تم تحويلهم على كل من مركز الطوار الصحي والمزهر الصحي. في بعد من ضمن الشروط أن المركز المنزل الصحي فقط للمراجعات الدورية أو الروتينية، لكن في حال إذا كان المرأة الحامل أو الطفل عنده أعراض مرضية يفضل أنهم يروحوا للمراكز الثانية، لأن هذا المركز فقط مخصص للحالات اللي ما تعاني من أعراض مرضية ولا الطارئة، بس للمراجعات الروتينية والتطعيم. ممكن يحصل معلومات أكثر عن هذا الموضوع من خلال دفع رقم 8342. أيضا الأشخاص اللي كان عندهم إذا عندهم مواعيد وطلعت لهم أعراض مرضية ويتمنى أنهم يتصلون على 8342 يلغون الموعد ويروحون مركز صحي ثاني. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن حطيناها كان الجهود لهيئة الصحة مستمرة في تأمين صحة سلامة منطقة الرأس والفحوصات اللي قاعد تستوي على مدار الساعة هناك. فكان في بعض اللقطات اللي حطيناها من طواقم الطبية الموجودة هناك. نعم. نحن أيضا نتمنى من الأشخاص الالتزام اليوم حق الليلة، ونتمنى من الجميع يعني خاصنا ما بيصير شيء لو نحن ما احتفلنا بمجموعات. صحيح. كل واحد في بيته يحتفل مع عياله اللي موجودين في البيت. الفيديو كولز يعني الدولة فتحت وايد من قنوات الاتصال المرئي يفتحونها ويا بعض يكلمون بعض، لكن يعني نحن نتمنى من الجميع أنه يعني يمتنع عن التجمعات، يعني لأن الشخص الواحد ممكن يعاديهم كلهم. فنتمنى أن الكل يلتزم ويتم في البيت
يستخدم الطرق التقنية في أنه يتواصل مع الأسرة وغيرهم وبدون تجمعات كبيرة، لأن أيضا هذا يخالف القانون. فنتمنى من الجميع أنهم يتبعون الإرشادات، وعشان صحتهم، عشان سلامتهم، عشان هم يكونون لنا عون بعد، أنه يعني ما يزيدون فوق اللي موجود. نعم. فنتمنى للجميع الصحة والعافية، ونقول لكم دمتم بصحة وسعادة. دمتي بالصحة وسعادة أختي أسماء، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الأعزاء، مثل ما تفضلت الأخت أسماء الجناحي بأن بإمكانكم التواصل على الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي 800342، وذلك للاستفسار عن مركز الممزر اللي يقدم خدمات الحين لفئة الحوامل وتطعيمات الأطفال. مستمعينا الأعزاء، فقرتنا الثانية، ولكن بعد الفاصل بتكون معنا الأخت عبير عبد الله، وحديثنا معها اليوم بيكون عن تغذية مرض الكورونا، أو بشكل عام الأغذية اللي فيها الدهون والسكريات. خلكم معنا إن شاء الله فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وإذاعة نور دبي. نرحب بكل من انضم إلينا، وأحب أني أيضا أذكركم بأرقام التواصل معنا على 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعينا الأعزاء، فقرتنا الثانية بتكون عن الأغذية العالية في الدهون والسكريات مع الأستاذة عبير عبد الله، أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي. الأستاذة عبير، صبحك الله بالخير والنور والعافية. الله يخليك، صباح الخير، كيف حالك؟ الله يحييك أستاذ عبير، شكرا لك. ونحن الحقيقة يعني تحدثنا يعني في الحلقات السابقة عن يعني أهمية رفع مناعة الجسم في الفترة الحالية، وأيضا موضوعك إن شاء الله بيكون معانا اليوم إن كيف نتجنب الأغذية العالية في الدهون والسكريات على أساس إنه يكون مناعة الجسم عالية. صحيح عبد الله، خاصة بتعرف هلأ الناس بالبيت بتركز كثير على الأكل أو بتزيد كميات الأكل بسبب الملل، في كثير ناس بتتجه لزيادة الأكل، وكثير ناس اختياراتها بتكون دائما بالأغذية المشبعة بالدهون والسكريات لأنه أسهل تحضيرها ومتوفرة بطريقة أكثر من باقي الأغذية. فنحن دائما بننصح الناس أنه يحاولوا دائما يلاقوا البدائل الأحسن والأفضل والصحية أكثر، ومثل ما قلت خاصة لهالفترة الكل بده يرفع مناعته ويحسن صحته، وإن شاء الله بيعطي الصحة للجميع. هلأ معظم الأكلات اللي غنية بالدهون بتكون الأكلات المقلية، الأكلات اللي مشبعة بالدهون، مرات مثلا ممكن تلاقي الأشياء المعلبة اللي فيها، ما قصدي المعلبات، قصدي مثلا الأشياء الجاهزة، الكيك، خلطات الكيك، خاصة كثير هلأ بنسمع ناس بما أنهم بالبيت بيعملوا كثير أكلات في البيت. فبنحاول دايما إذا في مجال نحضر الأكل بالبيت يكون البديل تحضير بالبيت، مثلا الأكل المقلي نعوضه بالمشوي. في أحيانا بتلاقي بالجمعيات هاي رشاش الزيت، بدل ما نحط الأكل بزيت إنه يغمر الزيت، فينا نرش على المقلة أو شيء شوية زيت هيك نعطيه طعم، وبنفس الوقت ما بيكون مشبع بالدهون. كتير مهم إنه نحافظ على الوجبات، يعني يكون في نظام، ما بسبب القعدة بالبيت نخليه كل الوقت سهر وأكل، وأكل في طريقة فوضوية، يعني ما في نظام. نحافظ دايما على 3 وجبات، وجبات خفيفة باختيارات صحية. مثلا عندنا بدائل للوجبات الخفيفة، بتلاقي كتير ناس بياخدوا وجبات خفيفة، حلويات، أشياء مدهنة، مكسرات. هلأ مثلا المكسرات فينا ناخد بدالها المكسرات النية، المكسرات النية فيها دهون مفيدة، صح بترفع الوزن، مش معناها أنه ناكلها بكميات كبيرة، يعني بحجم كف اليد كم حبة أوكي، بس دايما تكون نية، لأنه وانس حمصناها دايما بيضيفوا عليها ملح، والزيوت اللي فيها بتصير كأنها زيوت مقلية. نعم. ففينا نستبدل المحمصة بالنية. ممكن مثلا أحد الوجبات الخفيفة الصحية هي الفشار أو البوبكورن، نعملها بزيت خفيف جدا، تكون هاي وجبة صحية ما فيها سعرات كثيرة، ما فيها دهون وما فيها سكر. كمان عم نحكي اليوم عطل عن السكريات، كثير سكريات استهلاكها خاصة، يعني مثل ما قلنا قاعدين الناس بالبيت، الحلويات والشوكولاتة والعصائر. نعم، أيضا أستاذ عبير يعني مثل ما تفضلتي أن اليوم وجود الناس في البيت وبالأخص الأسرة مع الأطفال، فيكثر
الوجبات أو الأكلات اللي فيها السكريات وبالأخص للأطفال. صحيح صحيح، دائما فينا نلاقي لهم بديل. في احيانا مثلا لنقول مثال العصير، العصير اللي موجود فيه في السوق موجود فيه سكر، فينا نلاقي له البديل، او الفريش بالبيت، او حتى في بالسوق دائما عصاير بدون سكر مضاف. لنقول صحيح. فينا نحولهم مثلا لنقول الروب مع فواكه المحلات هاي بالسوق، نحن بنجيب مثلا فواكه باريز او شيء، او توت، مشتقات التوت مع الروب نحن نعمله بالبيت، بيعطي شوية حلا تغيير. فينا مثلا بدل لنقول الايس كريم ولا الحلويات، فروت سلاد او سلطه فواكه في البيت، دائما في بدائل. في بدائل احيانا للسكر طبيعيه بدون سكر، خاصه السكر ننصح نبتعد عنه لانه ما فيه اي فائده. صحيح. يعني في دهون، الدهون فيه طبيعيه وفي المفيده وفي المضره، فينا نبدل المضره بالمفيده، بس السكر كسكر ما فيه اي فائده، بالعكس له تأثيرات جانبية، له كتير صلات مع كتير أمراض، السكر، السمنة، تخفيض المناعة، بيأثر على الهرمونات بالجسم فبيخلي الشخص يجوع أكثر، فبالتالي يأكل أكثر ويأكل أشياء غير خيارات غير صحية. صحيح. فدائما نرجع على الأكلات الطبيعية. السكر طبعا مش طبيعي، يعني مش شغلة موجودة بالفواكه، السكر الموجود بالفواكه مثلا هاد سكر مصحوب بفائدة معه، الفواكه، الفيتامينات اللي بالفواكه، الألياف اللي بالفواكه، غير ما ناخذ سكر لوحده من دون أي فائدة. نعم، أيضا أستاذة عبير، تحدثنا نحن في الحلقات السابقة عن العوامل اللي تقلل من مناعة جسم الإنسان، وبالأخص خلال الفترة هاي في بعض الناس تسهر مثلا لساعات متأخرة، ويتم يعني أخذ بعض الوجبات أو الأكلات اللي فيها نسبة صحيح، السكريات العالية. ما هي هيك قلنا نحن لازم نحافظ على النظام، دائما نحافظ على نظام حياتنا، يعني ما يكون هلا بما انه قاعدين بالبيت كل شيء مفتوح، دائما ساعات نوم ما عم نقول بدقيقه او ساعه، بس يكون يعني في حدود معينه للسهر، حدود معينه امتى نصحى، حدود معينه امتى يكون كل وجبه، عشان كمان نحن نحافظ على جسمنا، ان شاء الله بتزيح الغمه وبنرجع على الدوامات، خلينا نرجع بصحه منيحه كمان. نعم، شو النصائح أستاذة عبير بالنسبة للناس اللي مثلا يسهرون مثلا ساعات متأخرة؟ شو الأكل اللي ممكن ياخذونها ويكون يعني هضمه أسرع ومفيد للمعدة؟ مثل ما قلنا بدنا نبتعد عن الاكل المقلي، الاكل الدسم، الوجبات الجاهزه كثير ما بدنا نعتمد عليها كثير، دائما نحاول نلاقي بدائل بالبيت، خاصه بالليل ممكن يكون الاكل خفيف، فواكه مثلا، العشاء يكون بكير بدري 7 8 ماكسيموم، بعدين فينا اذا مثلا مثل ما قلنا بوب كورن، فشار، فواكه، فواكه مع روب، اشياء خفيفه. كثير عم بسمع ناس يطلبوا اشياء من برا، فنحاول قد ما فينا نبتعد عن هذا الاكل الجاهز، لانه مثل ما قلنا كله دهون، كله سكريات، ومقلي على حراره عاليه، فبتروح منه الفائده، فبصير نحن عم ناكل سعرات بس. نعم، فهو يحط كل حدا لحاله برنامج، انت الفطور، انت الغداء، انت العشاء، انت ممكن ياخذ وجبات خفيفه. نعم، أيضا أستاذة عبير لو نتحدث عن التوازن في الوجبات، يعني اليوم مطلوب بأن هناك يكون في يعني توازن في الوجبات اليومية سواء الفطور أو الغداء أو العشاء، بحيث أن نتأكد أن يعني الجسم خذ حصة الكافية سواء من البروتينات أو النشويات. أكيد متكلمين معك قبل عن الطبق الصحي اللي نعم هو هلأ هو التوصيات فيه. يستحسن دائما باي وجبه، الفطور او الغداء والعشاء، يكون تقريبا نص الوجبه من الخضار والفواكه، ممكن تكون الخضار سلطه، خضار مطبوخه، المهم يكون في خضار، ربعها بروتين، مصادر البروتين مثل السمك، دجاج، لحم، بيض اذا فطور او حتى اجبان، والربع الباقي من النشويات، ودائما النشويات مش السكريات، يعني النشويات ممكن الخبز، ممكن البطاطا، ممكن العيش، ويستحسن دائما يكون الحبوب الكامله مش الابيض، يعني عشان يكون فيها الياف. أستاذ خاصة عبير، هلا مع قلة الحر. نعم أستاذ عبير، لو تعطينا بعض النصائح بالنسبة لفئة الناس اللي يعني مثل ما تعرفين اليوم في بعض الناس عندهم الحجر المنزلي لمدة 14 يوم، لو نتكلم عن أهم الوجبات اللي ممكن يعني يركزون عليها خلال الفترة هاي بالنسبة لفترة ال 14 يوم. هلا هو مثل ما حكينا النظام الصحي هو مفيد لاي حد، بس اجمالا اللي بيكون عندهم مثلا حجر او خايفين ان شاء الله ما بيصير
أحسن شيء يركزوا على الأشياء اللي فيها بروتين وبنفس الوقت يكون بروتين صحي، يعني مش بروتين مقلي، مش بروتين مثلاً سمك ولا دجاج مقلي، يكون مصنوع مطبوخ سوري بطريقة صحية. يركزوا على الأشياء اللي فيها الفيتامينات عالية تزيد المناعة، خاصة فيتامين سي، الخضار، الفواكه، الحمضيات، خاصة الفليفلة الحلوة فيها فيتامين سي. هنا إذا بيتبعوا الطبق الصحي إجمالا بيكون فيه كل هاي العناصر. يبتعدوا عن الأشياء الأكلات السريعة، الأشياء اللي فيها حلى، اللي فيها دهون كتير، إن شاء الله يعطيهم الصحة. الله يعافيك الأستاذة عبير عبد الله، أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. مستمعينا الأعزاء، بنطلع فاصل، ولكن قبل الفاصل بتكون معنا إن شاء الله في الفقرة القادمة الأستاذة فاطمة الخاجة، مديرة إدارة سعادة المتعاملين بهيئة الصحة بدبي، وبيكون حديثنا معها عن خدمة واتساب الذي أطلقتها هيئة الصحة بدبي للرد على استفسارات المتعلقة بالكورونا فيروس. فمستمعين الأعزاء بنأخذ فاصل إن شاء الله وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، لتقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وإذاعة نور دبي. وأيضا أرحب بكل من تواصل معنا وانضم معنا في هذا البرنامج. مستمعينا الأعزاء، أحب أن أذكركم بأرقام التواصل معنا على 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعين الأعزاء، أطلقت هيئة الصحة بدبي برنامج للرد على استفسارات المتعلقة بالكورونا فيروس، ألا وهو خدمة الواتساب. يسعدنا أن تكون معنا الأستاذة فاطمة الخاجة، مدير إدارة سعادة المتعاملين بهيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير أستاذة فاطمة. يا صباح النور أستاذ عبد الله. الله يحييك أستاذ فاطمة. نحن نعرف أن يعني في هيئة الصحة بدبي هناك الكثير من قنوات التواصل مع المتعاملين للرد على استفساراتهم وكل ما يتعلق بأمور الصحة بشكل عام، ولكن خلال الفترة هاي أيضا هناك مبادرة أنتم أطلقتوها اللي هي خدمة الواتساب. حابين نعرف أستاذ فاطمة أكثر عن هاي الخدمة، ويعني ليش تم إطلاق الخدمة هاي في هذا الوقت؟ مثل ما تعرفتي عبد الله، خدمة الواتساب هي قناة جديدة استحدثتها الهيئة للرد على كل الاستفسارات المتعلقة بفيروس كورونا. يعني نقدر نقول ونعتبرها خط ساخن وموثوق ومصدر موثوق للمعلومات وكل ما يتعلق بالاستفسارات مثل ما قلنا لكورونا. الرد على الاستفسارات في هاي من خلال في الخدمة هاي على المتعاملين يتم من خلال تقنية الاي اي اللي هي الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى وجود لايف ايجنت من موظفي الهيئة موجودين على مدار الساعة. ليش أطلقنا الخدمة في هالوقت وشو أهميتها؟ طبعا هذا كله حرص من هيئة الصحة في دبي أنها تدعم المجتمع والمتعاملين والتواصل يكون مباشر وياهم، وتعزز تواجد الهيئة على منصات الخدمة المختلفة اللي تناسب المتعامل وتسهل وصولها لنا. اليوم المتعاملين أغلبيتهم على الواتساب، فwe have to be there، لازم نحن نكون وين ما هم متواجدين. وهذا طبعا يدعم عندنا دور الهيئة التوعوي للمجتمع. اليوم موظفين اللايف ايجنت وحتى اجوبتنا المخزنه للرد على الاستفسارات الخاصه بكورونا، هدفها ودورها هو طمانه المتعاملين وحثهم على الالتزام بالاجراءات الاحترازيه المعتمده سواء من هيئه الصحه او الجهات الحكوميه الاخرى. نعم. وما ننسى دور حتى الايجنت هذيل اللي موجودين او الردود اللي موجوده بخدمه الواتساب في تعريف المتعاملين وتعريف المجتمع بالارشادات والاجراءات الاحترازيه. نحن عندنا في هيئه الصحه في دبي مثل ما تعرف اخ عبد الله، الفريق الاعلامي في الهيئه ما بمقصر، يبذل جهد كبير في توفير مواد اعلاميه سواء كانت فيديوهات او بوستات تدعم مثل هاي الاستفسارات. عندنا نحن في الخدمه يتم استخدام مثل هاي الردود كلها سواء الفيديوهات او البوستات او اي منتج جميل يتم انشاء استحداثه في ردودنا اللي تتعلق بالاستفسار الخاص فيه. نعم.
أيضا أستاذة فاطمة، بخصوص خدمة الواتساب، خدمة طبعا يعني حيوية، وأيضا يأتي يعني في الوقت المناسب اللي اليوم الكل يحتاج أنه يعني ياخذ المعلومات الصحية من مصادرها الرسمية والصحية. لو تحدثينا أكثر في هذا الجانب، بأن يعني الشخص اللي بيتواصل على خدمة الواتساب لهيئة الصحة بدبي بيكون واثق جدا بأن كل المعلومات بتكون معلومات صحيحة. بالضبط، هاي القناة تم تخصيصها بحيث أنها تكون المصدر الموثوق للبيانات الخاصة بهاي الاستفسارات. مثل ما تعرف أخ عبد الله، نحن تواجدنا متواجدين في مختلف القنوات، سواء التواصل الاجتماعي، الاستفسارات اللي تردنا على مركز الاتصال، من قنوات وصل صوتك، وحتى البث المباشر. من خلال تواجدنا في هاي القنوات كلها قدرنا نوفر بيانات متكاملة للرد على الاستفسارات. يعني مثل ما تقول قدرنا نجمع أكثر الأسئلة اللي المجتمع جالس يستفسر عنها ومو بقادر يحصلها إجابة من مصدر موثوق. فتم حصر كل هاي الاستفسارات وتجهيز الردود والمعلومات الموثوقة إلها وتغذية الواتساب فيها. نعم، أيضا أستاذة فاطمة، لو توضحين كيف آلية الاتصال، وشو الرقم اللي ممكن الشخص ممكن أنه يستخدمه للاتصال أو الاستفادة من خدمة الواتساب؟ إحنا حرصنا أن نستخدم نفس رقم مركز الاتصال الموحد اللي هو 800-432. فاليوم رقم 800-432 هو نفسه تقدر تستخدمه الاتصال أنك تكلم موظفي مركز الاتصال الموحد في هيئة الصحة في دبي، أو أنك تخزن الرقم وتقدر تتواصل معاهم من خلال الواتساب. يعني بس بمجرد ما أنك تخزن الرقم 800-342 إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة فيك، وتقدر تصير على الواتساب ودايركت تتكلم مع الخدمة يعني هناك، وتبدأ تستفيد منها التواصل المباشر مع الخدمة. نعم، أيضا أستاذة فاطمة، يعني من خلال يعني طرحك للموضوع وأهمية الحديث أو أهمية خدمة الواتساب، ما هي الأسئلة التي يتم الإجابة عليها في الخدمة، خدمة الواتساب؟ فيها العديد من الخدمات. أولها مثلا الأكثر تكرارا عندنا هي المعلومات العامة المتعلقة بأسباب وأعراض وطرق الوقاية من الفيروس. نعم، الخدمات اللي وفرتها هيئة الصحة في دبي في ظل هاي الظروف وكيفية الاستفادة منها، سواء خدمة دوائي أو الزيارات المنزلية لكبار المواطنين أو حتى حجز المواعيد في مراكز فحص الدرايف ثرو اللي تم الإعلان عنها مؤخرا. طبعا هذا بالإضافة إلى الإرشادات الصحية والنصائح العامة، الإجراءات الاحترازية والوقاية الشخصية. أغلبيتهم يتصلون أنا مخالط لشخص، أنا نتيجتي بوزيتيف، أنا شو أسوي. فكل هاي الإجراءات لها إجابات معتمدة وموثقة، سواء كانت فيديو أو بوست، ويتم الرد عليهم من خلالها. نعم، اللي يميز أيضا يعني خلال حديثك الأستاذة فاطمة، أن يعني في هناك يعني خدمة ذكية أيضا من خلال خدمة الواتساب. لو تخبرينا عن الفرق بين المتحدث الذكي ومثل ما ذكرتي اللايف شات. بالضبط، المتحدث الذكي يرد على الاستفسارات المتعاملين وياخذ الإجابات من قاعدة البيانات اللي تكلمنا عنها قبل شوي. نحن خزننا أسئلة وخزننا أجوبة. نعم، فمجرد المتعامل ما يكتب أي شيء أو يختار سؤال من الأسئلة اللي أوريدي متوفرة يتم الرد من خلال المتحدث الذكي. في حال المتعامل حب ما قدر يحصل الإجابة اللي هو يباها من خلال الأسئلة اللي موجودة، بإمكانه أنه يختار خيار التحدث مع لايف ايجنت. بهاي الطريقة هو بيقدر يتحدث مع موظف هيئة الصحة. هم اللايف ايجنت هم عبارة عن مجموعة من الموظفين المدربين والمؤهلين. نعم، على نفس الأسئلة، بالإضافة إلى أنهم يتدخلون في حال المتعامل ما قدر يحصل إجابته من المتحدث الذكي. يعني لهم أدمن يديرهم هاي الايجنت ويتدخل في حال أنه حتى استواله استك، يعني ما قدر الاي اي او حتى الموظف الثاني يجاوب على السؤال. نعم، بحيث نضمن ان نقدر نوصل للمتعامل الاجابه اللي هو جاي ياخذها من عندنا. ممتاز. ايضا استاذه فاطمه، يعني اللي يميز الخدمه اللي اطلقتها هيئه الصحه بدبي واتساب، انها متوفره للمتعاملين وكل من يعني يحتاج انه يستفسر عن مواضيع صحيه وايضا المواضيع المتعلقه بالكورونا فيروس. لو تحدثينا اكثر، لان الخدمه هاي استاذه فاطمه مميزه وعلى 24 ساعه.
بالضبط، الخدمة متاحة لكل اللي خزن الرقم عنده، يعني حتى يعني حتى أي حد موجود خارج الدولة وحاب يطلع على الإجراءات اللي متخصصينها هيئة الصحة في دبي، استل بالإمكان إنه يتواصل ويعرف هاي المعلومات. مثل ما قلنا المعلومات الايجنت عندنا والخدمة متوفرة على مدار الساعة. نعم. فأي حد عنده أي استفسار أي وقت كان بيقدر يحصل المعلومة اللي هو يسعالها. جيد. أستاذة فاطمة، أيضا يعني من اللي يميز يعني خدمة الواتساب اللي أطلقتها هيئة الصحة بدبي، يعني خدمة في وقتها الحقيقة، كيف كان التفاعل مع خدمة الواتساب حتى الآن؟ بصراحة التفاعل كان جدا جدا إيجابي، وخاصة عقب الإطلاق الرسمي للخدمة اللي تم. نعم. لاحظنا تفاعل الجمهور والارتفاع الإيجابي في عدد المستخدمين، يعني نقدر نقول خلال أول 24 ساعة من الإطلاق الرسمي للخدمة اللي تم يوم الأثنين تم الرد على إجمالي 17371 استفسار، ومنهم كان 400 محادثة مع لايف إيجنت، يعني الأغلبية كان المتحدث الذكي هو اللي رد عليه بيس على الديتابيز اللي موجودة عنده. نعم. لكن 400 منهم تم التحدث مع لايف ايجنت بأسئلة مختلفة يعني أو توضيحات إضافية مطلوبة. صحيح. طبعا أستاذة فاطمة الخاجة، في هيئة الصحة بدبي هناك الكثير من قنوات التواصل، مثال على ذلك وصل صوتك، هناك أيضا تواصل مباشر مع البث المباشر، قنوات التواصل الاجتماعي بهيئة الصحة، وأيضا مركز الاتصال، ويا أيضا هذا زيادة يعني خدمات أو مبادرات اللي هي خدمة الواتساب. آخر كلمة أو نصائح تحبين تقدمينها لمتعاملي هيئة الصحة عن يعني الاستفادة من خدمة واتساب التي أطلقتها هيئة الصحة بدبي؟ أنا أحثهم أنهم يعني يتفادون ويتجنبون أي إشاعات ممكن توصلهم على الواتساب أو المسجات العادية أو البرودكاست، ويخلون المصدر الموثوق اللي موجود عندهم خدمة الواتساب اللي أطلقتها هيئة الصحة في دبي. خلاص نقدر نعتمد عليها أن هي المصدر الموثوق للبيانات المتعلقة بفيروس كورونا. ونحن عندنا هنا الأيجنت والكل حد يتم التحديث باستمرار على الخدمات اللي توفرها الهيئة أو الإجابات اللي تختلف، سواء بناء على القرارات اللي تطلع من الجهات المختلفة أو الخدمات الجديدة اللي توفرها هيئة الصحة في دبي. يعني مثلا أمس بس ضفنا الخدمات اللي خاصة بحجز مواعيد إجراء الفحص عبر المركبات في نادي النصر. نعم. وشو متطلباتها، سواء كانت تصريح من الجهة المعنية للخروج وإجراء الفحص وغيرها من هاي التفاصيل. فالتحديث مستمر بيست على مواكبين في التغيرات واللي ياسة تقرأ في هذا الموضوع. نعم. والجميل في الموضوع أستاذة فاطمة أن أيضا يعني أنتوا يعني خليتوا نفس الرقم اللي هو رقم الموحد لهيئة الصحة بدبي اللي هو 800342، هو نفس الرقم اللي ممكن أن الشخص يستفيد منه لخدمة الواتساب. بالضبط، هو نفس رقم مركز الاتصال الموحد، والأكاونت اللي عندنا نحن بزنس أكاونت أوفيشال سيرتيفايد من فيسبوك، يعني اليوم أي حد يشوف الأكاونت واضح أنه سيرتيفايد والتابع لجهة حكومية في البلد. نعم. الأستاذة فاطمة الخاجة، مدير إدارة سعادة المتعاملين بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. الله يسلمك. الله يحييك. شكرا. مستمعينا الأعزاء، عندنا عن أهم ما تعرضه لنا وسائل الإعلام ووكالات الإنباء، هذا هو التوقيت المثالي للإقلاع عن التدخين بسبب الكورونا فيروس. حث خبراء الصحة اليوم الأربعاء المدخنين على الإقلاع عن هذه العادة، وشركات السجائر أيضا على التوقف عن إنتاج وبيع منتجات التبغ، وذلك للمساعدة في تقليص المخاطر الناجمة عن الكورونا فيروس المستجد. وأيضا قال خبير الصحة العامة والمدير في الاتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض الرئة بأنه أفضل شيء يمكن أن تقدمه صناعة التبغ لمكافحة الكوفيد-19 هو التوقف فورا عن إنتاج وتسويق وبيع التبغ. وأيضا قال الاتحاد الذي يجمع تحت مظلته متخصصين دوليين في الأمراض النفسية وأخصائيين في الرئة
ومسؤولين وهيئات الصحة بشأن تأثير كوفيد 19 على مدخني العالم البالغ عددهم 1.3 مليار شخص، وخاصة من يعيشون منهم في الدول الأشد فقرا، حيث تعاني الأنظمة الصحية من ثقل الأعباء. ومن المعروف أيضا أن التدخين يضعف جهاز المناعة بالجسم ويجعله أكثر قابلية للتأثير بالأمراض المعدية، وربما أيضا يعاني المدخنون أيضا من أمراض بالرئة أو انخفاض كفاءة الرئة، مما سيزيد بقوة خطر إصابتهم بأمراض خطيرة. وأيضا أن على الحكومات بأنحاء العالم عليها الالتزام بنصح المدخنين بالتوقف عن ذلك، واعتبر أن هذا هو التوقيت المثالي تماما للإقلاع عن التدخين. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أشكر فريق العمل المبدع معي اليوم، كان في الإعداد والتنسيق والإخراج الأستاذ أيمن سرحيل، وفي الإعداد الأستاذ حسني بلاونة، ومحدثكم عبد الله جمعة. على أن نلتقي بكم إن شاء الله غدا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.